وانا حملت على طول، فاحنا كمان احنا الاثنين اتشغلنا. لا هو في لحظات كده عارف اللي هو ايه، مثلا اغني بكون عندي مثلا اغنيه ايه بغنيها عايز اتمرن عليها، فتلاقيني مثلا ايه اقعد اعيد الجمله مثلا قد مثلا ايه 20 30 مره عشان ايه اجود يعني الاغنيه مثلا شغاله، مثلا ايه اقول مثلا يعني مثلا شيل ايدك من على خدك. لا خد بقى في المايك بقى. لا 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 مش غني، انا بس بقول لك اكزامبل يعني، بقول لك مثل بس يعني. حلوه دي قوي. يلا حلوه دي يلا. يعني انا مثلا ايه في الحته بتاعت شيل ايدك من على خدك انا جنبك انا جاي اخدك، شيل ايدك من على خدك انا جنبك انا جاي اخدك، حبيتك وبحبك اكتر منك مش قدك. ماشي أيوه. بعدين اجي اوصل مثلا لحته ايه مش هنسقف كل ما اجي اغني. لادوني فرصتي بس عشان في حتت بقى ايه من اللي جرالي في ثانيه احساس تاني وحاجه تانيه، من اللي جرالي في ثانيه، واقعد بقول من اللي جرالي في ثانيه احساس تاني وحاجه تانيه، من اللي جرالي في ثانيه احساس تاني احساس تاني احساس تاني. ايه اللي حصل؟ انا اتعصبت. طب ولا زمان؟ طب ولا زمان ايه؟ زمان ايوه. فانا طبعا يعني ايوه ايوه انت بتغني دي في التركوه. طيب ماشي. فبتروح بقى فبتروح بقى اللي هو ماشي بس شم قول لك يا بيبي. بيبي شم يعني انت قلتها كتير قوي يا حبيبي مش قادر مش قادر. ده في الاول ما هو كل ده بنتكلم الاول. ده في الاوائل يعني في اللي هو الأول. حبيبي انت بتقولها كتير قوي كده. اصل بجاود يا بيبي عشان بس اخش اسجلها. اصله يعني ده كتير قوي. انت يعني بقت بعد شويه بقى لا لا ما تغنيش خالص دلوقتي. لا 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 اتمرن فوق. لا ما تغنيش. لا يا هشام يعني. وبعدين بقى ايه يعني علي يكون معدي وصغنن بقى كده بطل يا بابي بامي هتقول لك بطل بقى دلوقتي ده كمان بقى حافظ. طب انت ايه اكتر حاجه بتوترك او بتعصبك من هشام؟ ولا حاجه. لا 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 في لا انا ما بحبش الدوش. ما بحبش الاصوات الكتير عامه. احنا صوتنا عالي. احنا واخدين لا لا يعني من غير ما تقول احنا عايزين شويه تقعد في هدوء. صح. طب ما احنا ممكن نكمل كده. لا انا جايه عامله حسابي استحمل ان انتوا هتقعدوا شويه تعملوا يعني. انت جايه لنا اساسا مش طايقانا. انا جايه لنا استحمل عشان صوتنا عالي. استحمل. لا ده احنا بنحب الدوشه قوي بقى. خلي بالك ويلا يلا يلا والله العظيم عشان عشان ربنا يخليك. هبوسه مشبك مشبك دلوقتي. عادي مش انت جوزي؟ ايوه بس مش كده يعني. خلاص ماشي. بيتكسف قوي دايما. اقول له حاول ما تبقاش خجول كده. هو خجول اكيد. هبوسه مشبك قدام الناس اكيد دي حد لازم يتكسف منها يعني. بس الحاجات دي بتضايقني بتخليني اتضايق وبتكسف. اقول له انا متضايقه اصلا من ايه؟ فبفضل متضايقه وكاتمه في قلبي. هو بقى يقعد يقول لي انت ايه اللي مزعلك؟ وانا ما ببقاش عارفه. انا بيبقى نفسي هو يبقى فاهمني من عيني. فدي حاجه بتضايقني قوي اصلا منه يعني ان هو ما بيفهمنيش يعني. غني لها بقى غني لها من غير غنى. لا ما بفهمش ايه اللي بتزعل ليه. غني لها. انا عملت اغنيه للموقف ده. ايه بقى؟ ليه مش عارف ليه زعلانه من ايه، عايز اعرف عني قالوا لك ايه، بيوقعوا بيني وبينك ليه، انا والله ما عملت ولا حاجه. الله الله. انا عجباني. انا والله ما عملتش ولا حاجه. انا على طول امسكها لك دي. اهو طول الوقت كان يقول لك يعني. انا احكي لكم موقف. كنا مره في شهر العسل وكنا متضايقين قوي منه يعني. انا بقى بيبقى نفسي مثلا لو احنا متضايقين يغني لي اغنيه زي دي. انا لو
هو جوزي وبحبه، لو غنى لي اغنيه زي دي هتصالح ومش هزعل. هو بقى بيفضل يعني عامل كده، ما انا ببقاش عارف انا زعلان اكشن كده يعني. بص تعالى انا هوريكوا حاجه حصلت لنا في شهر عسل. أيوة وانتوا احكموا. ماشي ماشي. مادي الله البتاع ده حلو قوي يا مادي. اه حلو قوي. انت يا مادي مش هتبقى خايف؟ انا مرعوب مش خايف. طب امال بتعمل كده عشان ايه؟ تفتكر يا مادي ممكن يقع؟ ما تخافيش خالص. انا خايفه بس هو ممكن لو وقع بينا هتبقى قصه حبنا نهايتها رومانسيه، يبقى زي روميو وجولييت. بس هي المشكله دلوقتي هنطلع ازاي؟ ممكن تشيلني يا مادي؟ لا شيلني اقبح. يا الله. دي استحالة يا مادي. مفيش باب. نو دور. نو دور. المهم انا بتاعت بوشي. اوكي بوش مي. نو. يلا ارمي نفسك. ها مش مشكلة لو هنعدلك جوه. اوعى يا مادي يا جامد. Is it cold upstairs? No. Really? Really. في ايه مالك مبوظه ليه؟ يا شوشو ايه ده؟ في ايه يا بنت مالي؟ والله ايه في مش عارف مالي. ايه مبوظه ليه؟ ليه مديه البوز ده؟ ما انت كنت فرحانه ومبسوطه وجاريه بتجري على البالون عايزه تطيري. كنت اه عشان تعرف ان انا كانت نيتي سالكه، يعني انا كنت جايب نيه سالكه. وايه اللي حصل؟ انت بتنيل ايه؟ انا بنيل ايه؟ وبعدين بتقولي البوز؟ انا بوز يا مادي. ما انت مديه بوز اهو. انا بوز يا مادي. كنت بقول لك اقفل التليفون عشان خاطر الفاتوره بتاعتك. بقيت ببوز؟ بقيت ببوز يا مادي. انت بتمد ايدك عليا؟ بمد ايدي عليك. هي الخطه دي كده مدت ايد؟ طب فك البوز ده بقى. انت بتزغدني؟ انت بتزغدني وعارف ان انا جسمي بيزرق وترجع تقول لي مزرقه؟ انت بتزغدني؟ انت بتضربيني ليه؟ انت بتعيطي؟ انت بتضربني يا مادي. كابتيني وكابت الرحله كلها. بتعيطي ليه؟ هو انا عملت لك ايه؟ ما احنا كنا عشان انت اقسم بالله والمصحف ما بتحبني. انا بحبك جدا وبموت فيك. لا لا كداب يا ست. كداب يا مادي. والله العظيم بتكذب. لا انا طلعت البالون ده ليه؟ عشان ننكد على بعض. طلعت يا مادي. وانا بخاف اصلا من ام البالون ده. طلعت البالون. عشان انا ما عملتش حاجه من اللي انت قلتيه ده. طيب خلاص بقى. صحيت الناس تحت اسبوع. يا رب انا قريبه منك يا رب. والنبي يا رب خدني. انت بتدعي عليا يا رب. انا على نفسي يا مازي. انا اعمل ايه عشان اصالحك بقى؟ ازاي ازاي بعمل معاك يا مازي؟ تهدي بقى خلاص بقى. بس يا مازي يا مازي انت ما بتحبنيش. انت مستني ليه؟ انت مستني عشان يا ستي بحبك والله. لا يا مازي. لا يا مازي لا. هو ايه السبب؟ انت سيلفش. ايوه انت سيلفش. انا سيلفش؟ اه. طب تعالي نتصور سيلفش عشان تحطيها في الجروب بقى. خلاص شو جو. بص الارض جميله. بص الرمله. بص انت بس. بص يا مادي. بص يا ست بس انت. انا مطلعك يا مادي. بص يا مادي. استني بقى مادي. قلت لك عشان خاطري. انا هبص بص وارجع على طول. ده عشان خاطرك انت بس والله العظيم. مادي بيحبني. مادي بيحبني. بس يا شوشو بقى ما تتهزيش كده. لا بص يا مادي حلو قوي الاحساس. طب طلع ايدك. طلع ايدك. بص كانك عصفوره طايره. كانك عصفوره طايره. اعمل كده. اعمل احلى لحظه. لحظه الهبوط. بس انا خايفه يقع عند الحته دي تفتكر؟ ما تقلقيش. ما تقلقيش. ولا هينزل فين؟ انت بتعرف تركن يا عم انت؟ الله تيجي احنا ندب كده يا مادي فيقع وخلاص الحته دي. ايه ده؟ ده بيطلع تاني يا مادي. يا استاذي بيطلع تاني. ده كده يبقى عايز يضحك عليك ويدفعك عمره تاني. نو اجين. نو اب اجين. نو مور. نو مور. اوكي. لاند بليز. وان مور. وان مور اجين. تو مور. ثري مور. اني مور. اوكي. اوكي اوكي. هو قال خلاص البتاع الغاز فضي. مش الحلوين دنجا دنجا. ما تاخدنا دنجا دنجا. يا فلالي. على مهلك حبه حبه. يا فلالي. نزلنا واحده واحده. نزلنا. نزلنا واحدة واحدة بقى. بيعمل زي سواق التاكسي اللي يقعد يلف بيك حتة زيادة عشان يدفعك كتير. هو عمال يستهلك. لا هي أصلا هو اللي هديله الفلوس. هي لا ما هو معاه العداد. لا مع نفسه. هو يقعد يعمل كده بيستهبل. وفي الآخر يقول لك الأنبوبة غالية بقى وجايبها من مصنع والمخزن ودافع ب 20 وهي ب 18 ويقعد يقرفنا. بعدين بقى في الأرض. إحنا نازلين في الأرض زراعية. تيجي ننط.
هننط هنتكفى على وشنا وهنتكسر بتفكري ازاي؟ كل ما بتنزل اختي ماشي خلاص. هو انت يعني مش بتتمرن؟ انا دخت يا شوسو. انا مش مديك دواء ترجع يا مدي الصبح. اعمل ايه تاني؟ ما اشتغلش البتاع رايح جاي بيجي يعني بيروح وبيجي كده. ده طلع بينا فوق تاني قوي يا عم الحاج. نزلنا بقى مدي بطني يعني ايه بالانجليزي؟ سكس باكس. سكس بليز انكل ماي سكس باكس از اب اند داون بليز ستوب ليتس جو تو ذيس. احنا بنطلع تاني انا دخت خلاص. وارني يو برايد وإز باد هاني مون ريلي باد هاني مون. انت بتقولي له ايه؟ بقول له ان انا مبسوطه معاك بجد. شفت بقى لو كنت كملت معايا لحد ليفل 3 في كورس الانجليش مش كان زمانك بقيت عارف انا بقول ايه؟ قول معايا قول له قول له انت بقيت تعلميني دلوقتي. استنى قول له يو ار ا جود وومن. اقول له هو يو ار ا جود وومن. ثانك يو. ليتس جو داون. ايه يا عم الحاج انت بتجرب فينا؟ عايز انزل نزلني. عملنا حادثه يا مازي يا مدام. هي بتجري ليه؟ الحمد لله. هل اوكي؟ لا اي ام نوت اوكي. هو يا عم البتاع اللي بتتنفخ تاني يا مازي الحق هيطلع بينا. لا الحق بقى تعالي نلحق ننزل بقى. طب يلا نط وامسكني بقى عشان زي ما قلت لك اما اشوفك. لا انا كده هتدلج على وشي. اعمل لك ايه يا مادي؟ ثواني. يلا يا مادي. ما استني. هو ما فيش اي مكان تاني؟ نو انت مش عارف تساعد نفسك هتساعدني؟ لا احنا هنقعد هنا بقى. انت يا مادي حاول. يلا البتاع هيتنفخ تاني هيطير بينا. مش فاهم اعمل ايه. اعمل زي ما كنت انت خلاص كان فاضل لك سنه صغنن. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. استني انت توقعيني كده. استني مش بساعدك. ها اطلعي بقى لوحدك. مادي مادي سلام سلام. مادي سبارتا خليها معاك. سبارتا كده يا مادي. يا مادي هقول لك ايه ما انت قليل الاصل. ماشي يا مان احسن زيري ولا تروحي وتحمل بليز ليوناردو كان يو هيلب مي. تعبرني ماشي. ايه هقفلهولك الصندوق وتعيش فيه بقى؟ خليك عندك. هقفلهولك وتعيش فيه؟ خليك عندك وحياة أم لقريك لما أجيلك يا مان. ده هيبقى شهر عسل لك. مش هتعرفي تعملي حاجة. نطي بقى. هوريك يا مادي. ماشي وريني بقى النطة الحلوة. وريني النطة الهوبة بتاعتك دي. هيلب مي بليز ليوناردو. سيبها يا سبارتا. الراجل ماسك ايدي يا مادي. No, no. يا سبارتا سيبها. Yes. Not the other one. I can't. Yes, you can. يا عم الحاج. يلا. انت فاكرني من مدريد ولا ايه؟ I can't. It's better you put the first step in there. Okay, I'm sorry. Don't put your hand on my wife. Please. كيف فكرتني دلوقتي؟ وحياة الأرض تطلع لك. بس اطلع لك يا مادي. هسيبك وامشي. تسيبني انت بتخلي الراجل بتخليني كده. دي مش ايدين دي. خلاص بقى ما انا رجعت لك اهو. يلا طيب.